السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي علاء عامر كيتشن. يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبة لكم وصفة حلوة جدا، وصفة الكباب المشوي. وصفة حلوة قوي قوي وسهلة وبسيطة جدا، ما تفتكروش ان هي صعبة ولازم نشتريها من عند الحاتي، لا خالص، تقدروا تعملوها بمنتهى البساطة في البيت من غير جريل، من غير ما تكلفوا نفسكم صوصات ومقادير كتير. هنعملها بأبسط التتبيلات وبطعم روعة جدا، واهم حاجة التسوية بتاعتها هتطلع مظبوطة واللحمة دايبة زي ما انتم شايفين. اتمنى ان انتم تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوها. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. مقادير النهاردة عشان نعمل اللحمة المشوية او كباب المشوي، معايا هنا بصلاية مفرومة ناعم جدا. انا استخدمت هنا البصلة بعد ما فرمتها زي ما انتم شايفين كده عاملة زي المية. لو مش هتعرفوا تفرموها الفرمة الناعمة دي، تقدروا تستخدموا مية البصل بس. انا هنا مستخدمة، شايفين التفل عامل ازاي، عبارة عن مية، مش عايزين اي كتل في البصل عشان ما تتحرقش اثناء الشوي. يفضل طبعا تستخدموا مية البصل من غير التفل ده. يبقى معانا هنا بصلاية متوسطة مفرومة بالشكل ده، ممكن تستخدموا ميتها. انا حط عليها كمان نص معلقة صغيرة من الملح عشان المية بتاعتها تكون اكتر من الطبيعي. هتنزل المية بتاعتها كلها بالملح. انا محضره برضو الملح جنبي هنا، بس انا طبعا مش هملح اللحمه نهائي دلوقتي عشان اللحمه ما تنزلش ميتها. البهارات اللي معايا معلقه كبيره مليانه من بهارات المشويات، تقدروا تشتروها من اي سوبر ماركت او من العطار بتبقى سايبه. معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره ممسوحه من الزنجبيل الباودر، وممكن تستغنوا عنه بس هو بيدي طعم ونكهه حلوه قوي للحم. انا ما كترتش اي بهارات هنا خالص، هي بهارات الشوي والفلفل الاسمر والزنجبيل. معايا كمان ليمونيه هاخد العصير بتاعها. معايا كمان معلقه كبيره مليانه من الخل، معلقه زيت زيتون او معلقتين يعني، عشان ما يعني المعلقه مش كفايه، معلقتين. ومعايا كمان معلقتين كبار من الكاتشب، او تقدروا تستخدموا اي صوص انتوا عايزينه. تقدروا تستخدموا بقى السويت شيلي صوص اللي هو صوص الفلفل الحلو، تقدروا تستخدموا الباربيكيو صوص برضو بيبقى حلو جدا. انا استخدمت كاتشب هنا مفيش اي مشكله. وطبعا الاسياخ معايا اهي، هطلع لكم اللحمه دلوقتي لان هي في الثلاجه. قبل ما نتكلم عن اللحمه دي، معايا طبق فيه ليا ضاني انا دايما شايلاه في الفريزر من الدبح والحاجات دي، مش برميها بصراحه، بقطعها مكعبات كده واشيلها في اطباق بحيث ان انا لو احتجت منها كميه صغيره الاقي. باخد منها في الحواوشي، باخد منها في شوي اللحمه، بتدي طراوه للحمه عكس ما تكون اللحمه حمراء. اللحمه بقى اللي انا هستخدمها دي لحمه شمبري وش فخده عاديه خالص، ما لقيتش بتلو، كنت عايزه اشتري بتلو بس الجزار قال لي ان هي بقى لها فتره ممنوعه، يعني الدوله فيها حاجه كده محرمها في قضيه عن ذبح البتلو او العجول الصغيره يعني. فانا اشتريت اللحمه العاديه، هي صغيره برده بس مش بتلو طبعا، بس ما بتاخدش وقت في السوى. هقول لكم كمان التسويه بتاعتها عامله ازاي. انا جايباها امبارح وشايلاها في الثلاجه في الرف اللي هو تحت الفريزر، فهي بدأت اطرافها كده تتجمد زي ما انتم شايفين، لكن هي ما اتجمدتش خالص، بقيتها معظمها حمراء ما فيهاش دهون، عشان كده انا عايزه استخدم اللية معاها، بتدي طراوه حلوه جدا. ما عندكيش لية ممكن تشتريها من الجزار، مش عايزه برضو تشتري لية او تستخدميها، تقدري تستخدمي قطع الدهن اللي هي بتبقى موجوده مع اللحمه. الجزار بتقدري تقولي له عايزه قطع الدهن هيديها لك عادي خالص، هتقطعيها مكعبات صغيره زي ما هتشوفي معايا كده وتحطيها مع اسياخ اللحمه. هبدأ بقى اعمل التتبيله بتاعتي. هحط كل البهارات اللي قلنا عليها دي مع البصل، هتبل البصل شويه وهحط عليه عصره الليمون. ونسيت اقول لكم كمان ان انا محضره جنبي خل، الخل اللي هو والليمون بيدوا طراوه للحمه حلوه جدا. بعد ما عصرت الليمون بتاعي هنزل بالكاتشب، الكاتشب برضو بيدي طراوه لان الكاتشب فيه سكر وفيه خل، فبيخلي اللحمة بتاعتك تستوي بسرعة وما تخليهاش ناشفة ومجلدة، غير طبعا الطعم الحلو اللي هو بيديها سواء الكاتشب او اي صوص تاني انت حضفيه. تقدري كمان تستخدمي صوص الصويا برضو بيبقى حلو جدا. حطيت قد معلقتين كده من زيت الزيتون، يعني نخليه صحي شوية، هي فيها ليا بس اللي هي عايز اقول لكم هتنزل الدهن بتاعها لكن اللحمة مش هتشربها خالص. هقلب بقى التتبيله بتاعتي كويس زي ما انتم شايفين ناعمه جدا. لو حطيتي ميه البصل وحسيتي ان في كلاكيع وتكتلات تقدري تصفيها برده، لكن انا مش هصفيها لان هي اصلا بيوريه كده زي ما انتم شايفين، هتغلف اللحمه وهفتح انسجه اللحمه كمان، يعني شايفين اللحمه مكعبات مش صغيره عشان ما تنشفش، ومش كبيره قوي برده عشان تستوى بسهوله. اللحمه دي قبل ما اتبلها كنت مقطعاها او مغزاها كده بالسكينه في كل الاتجاهات بتاعتها،
هي مش هتبان معاكم قوي، لكن انا كل مكعبه مسكتها وحاولت ان انا افتح الانسجه بتاعتها بالشكل ده كده عشان التتبيله تدخل جواها وتبقى اللحمه طريه من بره ومن جوه. على قد ما اقدر بحاول اوريكم شكلها. هنزل بقى بالتتبيله اللي احنا محضرينها، وعلى قد ما تقدري تسيب اللحمه في التتبيله سيبيها، تقدري تحضريها قبلها بليله، بس انا مش هعمل كده لان انا اصلا اللحمه جايباها من قبلها بيوم، فمش هينفع ابيتها ليلتين في التلاجة. انا النهارده اشتغلت فيها الصبح يعني على اساس ان انا اتبلها وقت كافي على ميعاد الغدا، ما يجي تكون اتبلت وبقى خدت من التتبيله ومن طعمها كويس. بحاول كده افتحها وانا شغاله عشان التتبيله تدخل جواها. هغلفها بقى بالاستريتش وهسيبها قدامي على الرخامه بره التلاجة لحد ما يجي ميعاد الغدا وابدا اشويها. هسيبها بتاع 4 ساعات كده، بعد كده بقى هتشوفوا هنسويها ازاي. طريقه سهله وبسيطه جدا. طبعا انا مش هملحها دلوقتي خالص برضو، بس هسيب الملح قدامي عشان ما نسهوش. انا سبت اللحمه بتاعتي 3 ساعات بالظبط في التتبيله دي، هفتح عليها بقى. انا طبعا محضره الاسياخ جنبي، ريحتها تحفه عايزه اقول لكم. بصوا كمان ميه البصل رهيبه رهيبه بجد. بحب احط جدا ميه البصل في الفراخ او اللحمه، ما بعرفش اكلها من غير بصل نهائي. هبدا بس ان انا افتح كمان الليه. انا الليه دي هستخدمها ازاي؟ هستخدمها كقطعه برده صغيره مع مكعبات اللحمه، عشان الليه لما تسيح هتطري معايا اللحمه جدا. اللحمه لما تتحط ناشفه كده من غير دهون بتنشف في الشوي، فانا هجيب السيخ بالشكل ده كده، هحط فيه قطعة من اللية اهو، وهحط فيه بصل. انا مقطعة بصل بس، انا مش هحط حاجة في السيخ غير بصل في الخضار، يعني مش هحط اي نوع تاني من الخضار جوه السيخ. بصوا القطعة دي مش مكعبة ولا حاجة، بس انا هحطها اهو بالشكل ده كده. هحط بصل تاني زي ما انتوا عايزين بقى، عايزين تحطوا بصل، مش عايزين، عايزين تحطوا خضار زي الشيش طاووق بتاع الفراخ تمام، عايزين تحطوا، مش عايزين تحطوا اللية، بس اللية بصراحة هتفرق معاكم جدا جدا، اللي هيجربها هيعرف انا قصدي ايه. اهو اول سيخ معايا بقى جاهز. كده تتبيلت الكميه كلها بتاعتي من اللحمه، بعد ما تبلتها طبعا حطيتها في الاسياخ زي ما انتم شايفين، ما بينها حلقات من البصل وقطع من الليه او الدهن الحيواني. فانا دلوقتي هنروح مع بعض نسويها ونشوف هنسويها ازاي. طريقه سهله جدا. انا هستخدم هنا الجريل، حطيتها على النار، سخنتها كويس جدا جدا، حطيت معلقه صغيره واحده بس من الزيت، وزعتها كويس قوي في الجريل بتاعتي. انا طبعا الجريل دي مش اساسيه خالص، تقدروا تعملوا الخطوه دي في صينيه فرن عاديه جدا، سواء تيفال سواء الومنيوم او ستانلس. يفضل طبعا الحاجات التقيله شويه زي الستانلس، بلاش الالومنيوم لا. احنا بس الدور هنا ان اللحمه تاخد تشويحه حلوه جدا من على الجريل دي، او تاخد لون الشوي مش التسويه بتاعه الشوي. تقدروا تسووا اللحمه بالشكل ده من اولها لاخرها في الفرن على شبكه الفرن، وتحتيها طبعا صينيه عشان ما تبهدلكوش الدنيا. تقدروا كمان تستخدموا الشبكة دي، عملنا فيها الفراخ قبل كده، تقدروا ترصوا كل الأسياخ بتاعة اللحمة اللي احنا عملناها هنا بالشكل ده كده، وتقفلوا عليها الغطا زي ما عملنا في الفرخة، وتدخلوها الفرن على الشبكة بتاعة الفرن. عشان تضمنوا كمان التسوية تقدروا تغلفوا الشبكة دي كلها بالورق الفويل بعد ما ترصوا اللحمة جواها. اللحمة هتستوى وهتاخد في نفس الوقت لون وطعم الشوي. حبيت ان انا اديكم كذا فكره عشان محدش يقف قدام الوصفه
ويقول لا دي ما تنفعنيش، ما عنديش الحاجات اللي انا ينفع اسوي بيها. كل الحاجات دي متاحه، وانا قلت لكم ان دي قبل كده جبتها من رنين ب 15 جنيه، ما فيهاش اي حاجه صعبه، موجوده عند معظم بتوع الادوات المنزليه، متوفره بكذا سعر وبكذا مقاس. الجريل زي ما انتم شايفين كده هي سخنت جدا، هنزل باول سيخ. انا مش هفحم الجريل بتاعتي خالص، زي ما انتم شايفين انا قعدت اللحمه دقيقتين بالظبط على اول وش وقلبتها واخدت اللون الحلو ده. زي ما قلت لكم انا بس الهدف من الشوايه او من الجريل دي انها خدت اللون اللي انتم شايفينه ده من كل الجوانب. هفضل وراها لحد ما تاخده فعلا من كل الجوانب، وهتشوف دلوقتي هنسويها ازاي في الفرن. خلصت كده اخر كمية في اللحمة، هي دي اللي بتتشوى دلوقتي، وخلاص انا هحطي عليها لونها تحفة. مش قادرة اقول لكم ريحة اللي الضاني عاملة ازاي، رهيبة بجد، ومديها طراوة رهيبة جدا، ومنزلة كل الدهون اللي فيها. بصوا يعني مش حاجة كتير ولا حاجة، خلاص ما استويتش غير ربع سوا مثلا، اهي تحفه تحفه تحفه، لونها رهيب رهيب، شكلها كمان حلو جدا. كل اللي انا هعمله ان انا جبت صينيه فرن عاديه جدا المونيوم اهي. بقى النهارده هعمل طريقه تانية حلوه جدا برضو تقدروا تستخدموها، وهي ان انا هستخدم الكيس الحراري اللي هو الحجم الكبير. الحجم ده فيه 3 اكياس بس، عدد الاكياس كل ما قل يبقى الحجم كبير، والمقاس بتاعه اهو، وده المقاس بتاعه 36 × 43. الكيس اللي هو بتاع البط والديك الرومي والحاجات الكبيره دي، او تقدروا تحطوا فيه فرختين مثلا. انا استخدمت الكبير عشان الاسياخ ما تقطعش الكيس الصغير، لان انا عندي برضو من الكيس الصغير. هعمل لها فتحة صغيرة خالص، واحدة بس اهي، شايفين ازاي؟ انا طبعا دلوقتي سخنت الفرن عشان يكون سخن واللحمة ما تاخدش وقت فيه. هعمل ايه كمان؟ هحط شوية مية حوالين الصينية عشان اللحمة ما تنشفش. المية دي مش هتوصل للحمة نهائي، هي بس هتحافظ على طراوتها من بره، وطبعا تديها السوى اللي هي عايزاه. طلعت الصينيه بتاعتي من الفرن، قعدت بالظبط ساعه الا ربع، وعايزه اقول لكم لما الميه كانت بتنقص منها كنت بزودها ميه سخنه برضو بتغلي عشان تحافظ على درجه سوى اللحمه زي ما هي. هفتح عليها بقى وارصها كده على بقدونس وخضره، ريحتها مش قادره اقول لكم عامله ازاي، وهي بتتشوى كمان كانت ريحتها حلوه جدا. تقدروا كمان تولعوا لها حته فحم
بس انا بصراحة ما عملتش كده، يعني بحاول اقلل من الموضوع ده لان هو برضو ضار. فهي ريحتها تكفي، التتبيلة بتاعتها حلوة جدا، بسيطة قوي قوي، يعني مش لازم تكلفوا نفسكم صوصات وحاجات يعني مبالغ فيها، وصوص بالشيء الفلاني واسمه غريب والكلام ده، تتبيلة عادية جدا. الحاتي اصلا ما بيكلفش نفسه كل التكاليف دي، بيعتمد على الطعم الرئيسي للحمة. كل ما كانت التتبيلة بسيطة كل ما اداكي الطعم احسن. ريحتها بقى حلوه جدا، بصوا اللي هي دايبه ما فيهاش اي حاجه، تقدري تتخلصي منها بمنتهى السهوله. اللحمه ما نشفتش نهائي، اللحمه طريه جدا، هوريكم كمان درجه سواها دلوقتي، هفتح لكم قدامكم السيخ واوريكم اللحمه تحفه قد ايه ودايبه جدا جدا. التسويه بتاعت الفرن دي فرقت معاها قوي، لو كنتوا استكفيتوا بالشوي على البوتاجاز من فوق ما كانتش هتديكم نفس درجه السوا بتاعت الفرن. هنا انا قدمتها مع رز بسماتي اصفر، عملته قبل كده كذا مره على القناه، وفروتينات برضو هتلاقوه باذن الله سهل وبسيط جدا. عملت معاها كمان سلطه كولسلو، تقدروا تعملوا سلطه طحينه، سلطه خضراء، بتبقى حلوه جدا طبعا المشويات، ولو حطيتوها كمان في رغيف كده فينو او رغيف بلدي مع سلطه الطحينه ما بيبقاش فيه احلى منها. شايفين بقى درجه السوا بتاعت اللحمه دايبه ازاي، بتتقطع بسهوله، الطعم بتاعها خطير جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وباذن الله تعجبكم، سيبولي رأيكم في الكومنتات، هستناها. متنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفوها. كنت معاكم آلاء عامر من مطبخي.